الكون المبتلي من يصلي. بأحد الأيام وبإحدى الانخطافات، ويقال أنها كانت بانخطاف دائم كل حياتها، القديسة فيرونيكا بيقلها السيد المسيح، بيقلها يسوع: ارمي عنك كل كتاب، أنا وحدي نورك ومشعلك. كل الكتب أكيد ممكن تكون عم بتفيدنا، ولكن الحقيقة واضحة مثل الشمس، وكثير من الأشخاص يمكن كانت مغطاية عنهم الحقيقة، وهون بهالمطرح وبي جبلنا المقدس ومع كل قديسينا عم نقدر أن نكون عم نكتشف أكثر وأكثر الحقيقة المطلقة. نحن اليوم من دير القديسة فيرونيكا جولياني مع كثير من الأشخاص عم يتوافدوا، وما بعرف إذا رح يكون عنا وقت ولا رح تساع المطرح لحتى نكون عم ناخد كل الشهادات. خلينا نكون مع أشخاص لمست قلوبهم القديسة فيرونيكا. اليوم معنا فادي الخوري، أهلا وسهلا فيك. ومعنا شادي عنيسي، أهلا وسهلا فيك. الله يخليك يا رب. فادي من عناب وشادي من جاج، وكل الأشخاص اللي عم يتوافدوا لهون اليوم من كل المناطق اللبنانية ومن الاغتراب كمان، لأنه أوقات كتير القديسة فيرونيكا عم بتكون موجودة بأمريكا، بأستراليا، بأماكن عديدة، بسوريا، بأماكن عديدة، عم تلمس أشخاص كتير وتدعيهم لهالمكان المقدس. فادي خبرني كيف تعرفت على القديسة فيرونيكا. أول شيء كان نهار 12 تموز، جيت لهون بنهار 12 تموز، عرفت بالإعلام بالتليلومير أنه بتسعة تموز صار في افتتاح لكنيسة القديسة فيرونيكا بالقصيدة، وكان في عجب، كان في شيء بيقول لي أنه القديسة فيرونيكا، القديسة فيرونيكا بدك تجي بدك تجي، وكان نهار 12 تموز. جيت لهون وطلعت شفت الصبية ماريا وتأثرت كثير انه كيف انه حولت هالألم لشيء خلاص، والكلام اللي حكيته. وقلت انا بعدني يعني ليش بعدني مش عامل شيء، يعني شو قاعد اعمل بحياتي، مع اني كنت صلي قبل وهيدا، بس انه مرقت بفتره ما عدت صليت وانقطع الصلاه. فت على الكنيسه، سجدت قدام التمثال هيدا وعجبني، حسيت شيء حرق لي بقلبي، هيك حريق حريق جوا هيك، وشي كأنه بلاطة وانشالت إنه هيدا، وصرت أبكي وصلي صلي هيدا ومبسوط إنه شي غير يعني من جوا هيك، يعني إنه يلا فتحت هيدا، وصرت عم صلي وصرت أجي كل يوم، يعني مثلا أخذت على عاتقي إني أجي من كل عيناب؟ يوم اجي من عيناب 45 كيلومتر ساعة وعشر دقايق بالصيف. هلا انا سكان الحزبية بالشتاء، بالشتاء بيجي من الحزبية 22 كيلومتر، كل يوم كل يوم كل يوم بيجي بصلي بشارك بالقداس بصلي هذا، يعني في عندي شعور انه لازم زور هون. شادي عنيسي كمان من جاج، كمان عندك قصة مع القديسة فيرونيكا، قصة كثير حلوة خبرنا عنها. الله يخليكي. أنا تعرفت على القديسة من جروب دي بريير، بلشنا بتصلي تسعية تبع قديسة فيرونيكا، أنا ما كنت صلي أصلا، دغري قلت لهم إيه، يعني مثل كأنه هي كانت عم تطلبني إلى مكان ما. بلشنا بالتسعية، كان الشرط إنه يذكرونا بالجروب دي بريير إنه نحن بدنا نصلي، أنا بصلي ب 13 شهر. بلشت معهم بالنشاطات، بلشنا بليالي السجود، وبلشنا بالأحادات اللي نعمل فيها رياضة روحية. نعم. بلشت ألبس السلام، بلشت ألبس السلام ووزع السلام إذا بديك. صرت أنت عم تذكر البقية. بعد فترة تقريباً أربعة أشهر دخيلة جاية، يعني بتتصل في المسؤولة وبتقلي شادي نقيتك أنت تستلم الجروب كا، أنت بلك تذكر 31 شخص. صراحة فرت بالبكي وقلت لها شو عم تعملي فيي؟ غيرتي لي كل مجرى حياتي، من الحياة العادية الرفاهية إذا بديك السهر والكيف، لحياة الصلاة والإماتة والأصوام، يعني عملت كثير أصوام. وبنشكر الله صرنا نطلع على رياضة روحية أنا وعائلتي، ملتزمين كل تاني أحد من الشهر
وعم ناخد شفاءات كتير كبيرة كلنا بالعائلة. سيد خوري سيد عنيسي رح نكون معكم بعد لحظات ونفوت أكثر ونغوص بخبرتكم مع القديسة فيرونيكا جولياني. الليل العات الأمواج يعلو سراج. خلف الريح الهوجاء شفاء تتلو الصلاة ومن أنف صمت الكون المفتر. تميزت القديسة فيرونيكا كل حياتها بالطاعة، والطاعة مش بس لله والعذراء ويسوع، إنما أكثر من هيك الطاعة لرؤسائها، وكانت حتى لما بيكون في أي أمر من يسوع أو من مريم العذراء كانت تنطر أن الرؤساء يسمحوا لها لحتى تكون عم تنفذوا. كان في ألم كبير لما الرؤساء ما يكونوا عم يقدروا يفهموها أو حتى يكونوا عم بيجربوها. لمست قلوب كتار وخليتنا نعرف، وإذا بتقروا حياتها وبتحضروا الفيلم كمان اللي بيحكي عن حياتها أو بتتوجهوا لهالمكان بتحسوا قدي الطاعة شغلة مهمة بالحياة، وقدي ممكن أنه التواضع يكون عم يوصلنا لهالسعادة اللي منضل دايما نكون عم نبحث عنها. شادي كمان عنده خبرة بهالموضوع. الله يخليكي، بس بلشنا نطلع لهون أنا كان إلي من الأول قرباني مني معترف، وكنت مفكر حالي كبير كتير كبير. نشكر الله بفضل هالمكان المقدس، بلشنا نتقرب من كرسي الاعتراف، بلشت أشتغل على تنظيف حالي، بلشت أشتغل على تنظيف ذاتي من جوا، وما قبلت إلا ما ضليت أعترف بخطايا عملها من 23 سنة صارت هي تذكرني فيهم. صرت كل مرة إجي قول آه بعد فيه لا شادي لازم تنظف حالك، أنت مشيت بهالطريق، هالطريق حلو كتير فيها فرح وسلام، لازم بعد تنظف حالك. وبشكر الله توصلنا إلى أنه نصلي مسبحتنا كل يوم، وتقريبا نعترف كل نهار أحد بكل الأشياء اللي عاملينها، ونظفت حالي بطريقة كتير حلوة. شادي ربحت ما في شك، ولكن خسرت شيء؟ يعني دايما نحنا منخاف نفوت بهالحياة ونخسر شيء بهالدنيا. مع يسوع ما في خسارة أبدا، مع يسوع الربح على طول. أنا غيرت كل سلوك حياتي، في أشخاص كتير بطلوا يحكوا معي، في أشخاص كتير أوف وين راح انضرب، صاروا يقولوا كلمة انشعط، شادي انشعط. قلت لهم أنا السلام، حاسس السلام، أنا وعائلتي بفرح. كل التقويات اللي عم مارسها، ليالي السجود للصبح، كنت من متوخزيني من السهر وكاس الويسكي للساعة 4 الصبح، صرنا للسجود الساعة 6، انغرمت بسجود لأني لقيت السلام. مع يسوع ما في خسارة أبدا، مع يسوع كله ربح. حلو كتير فادي. ايه كمان تغيرت أشياء بحياتك ولمستك القديسة فيرونيكا. بخصوص القديسة فيرونيكا، إجت من إيطاليا لهون، في عندها مشروع، ما إجي حي الله يعني، وهي متميزة أكثر شيء أكيد بالشفاء، بس أكثر شيء خلاص النفوس. خلاص النفوس يعني ترد العالم، توعيهم تيرجعوا ليسوع، تيرجعوا للملكوت. نعم. تيرجعوا للملكوت. ف إيه غيرت لي كثير روحيا، أكثر شيء أنا رجعت صلي، يعني كنت المسبحة هلا بصلي اليوم كل يوم المسبحة الوردية، بقرا بالقداس بالكتاب المقدس ساعة من عشية، بشارك بالقداس، يعني صار عندي متين ما يكون نلتهي بغير شيء وبأمور قلتي لي ما بيتهمنا، عندي 3-4 ساعات صلاة كل يوم. نعم. كل يوم كل يوم. هو ما كانوا ايه هودي حطوا لي الطمأنينة. نعم. بقلبي. خبرنا عن فيرونيكا اللي جاية على الطريق. ايه هيدي قصتها شوي حلوة. انا عندي بنتين، وقلنا حبينا انه يكون في ولد ثالث بعد كذا فترة. كنت عم بحاول، انا ما صرنا شي سنة قبل ما صلي، انه ما عم يمشي الحال. من بعد ما رجعت على الصلاة وصلى المسبح ورجعت بتموز صلي وهي، صارت مرتي حبلي بأيلول، ونحن هلأ ناطرين ولد، قلنا إذا صبي بسميه على اسم بي، وإذا بنت فيرونيكا. طلعت رح تيجي بنت ورح سميها فيرونيكا.
تعيش باسمها. ميرسي. اكيد نحن نهارك طويل، ولكن محطاتنا عم تتغير كل لحظه وكل دقيقه مع كل الناس اللي حابين انه يقولوا على القليله كلمه بهالقديسه او كلمه بقد ايه لمستهم هالحياه، حياه القديسه فيرونيكا. لحظات قليله ومنتابع نحن وياكم هالنهار المبارك من القصيبه من دير القديسه فيرونيكا جولياني. خليكم معنا. جميلتي هلمي إلى حديقتي، فالشتاء قد مضى والكروم أزهرت وأفاحت عطرها، هلمي إلى حديقتي، هلمي هلمي يا جميلتي، هلمي إلى حديقتي. الشتاء قد مضى والكروم أزهرت وأفاحت.